تؤمنون. عينات نماذج أمثلة من هذه الآيات التي يلتقي المسلم بها في صلواته في كل مكان في كل زمان ومن كل إنسان، ولذلك هو مطالب بأن يتفهم هذه المعاني. الذين جاهدوا فينا، من كان كثرته إلى كذا من كان كثرته إلى كذا، لكن الله تعالى قال والذين جاهدوا، والجهاد فيه معنى الجهد، فيه معنى المجهود، فيه معنى التضحية، فيه معنى الابتلاء، فيه معنى التحمل للمشاق، فيه كل أنواع ما يتحمله الإنسان في سبيل تأدية واجبه ومهمته. إذن فهذا نوع من الجهد الخاص وهو الجهاد. لكن قد يجاهد الإنسان من أجل أن يقال أنه زعيم، قد يجاهد الإنسان من أن يكتسب نفوذا في الأمة، قد يجاهد أن يستولي على أموال وعلى مكاسب، قد يجاهد لأسباب معينة. ولذلك حدد الإسلام والذين جاهدوا فينا، يعني من أجل نصرة مبادئنا في سبيل إثبات قواعد الله، من أجل تحقيق آيات الله بالكون، من أجل أن يعم السلام اللي هو منبثق عن الإسلام فتسود كلمة الله. من هنا ندخل إلى نظام الخلق. بعض الناس عندما يتكلمون على جهاد الغرب يقول بأنه وقع في أول نوفمبر 1950، وهو حقيقة صحيح، لكن إحنا نبدأ بتعصيل هذا الحدث. ما معنى تعصيله؟ لماذا نغفل العام الهجري الذي وقع فيه؟ هذا مهم. وقعت أول نوفمبر 1950 صادف ماذا؟ صادف 5 ربيع الأول 1374، أي نحل هذا الحدث بشقين. أولا عندما انطلقت أول نوفمبر الأول كان أعداؤنا يحتفلون بما يسمى بعيد الأموات، لا تنسى هذا عيد الأموات كان دائما يقول يوم 30/31، يعني يقولوا بأن هذا هو عيد الأموات. عيد الأموات عندهم كان هو عيد الإحياء عندنا، وعيد الإحياء مش الإحياء فقط، الإحياء، الإحياء هم الناس اللي مش ميتين، والإحياء هو عملية إيقاظ الناس من موتهم لإحيائهم. لذلك وجدنا كتاب أبا حامد الغزالي إحياء علوم الدين، يعني إعادة إحياء علوم الدين بعد أن بدأ الناس يعيشون البخ والزهو والموسيقى والحاجات كذا، فهو جاب له الكتاب يجب العناية بإحياء علوم الدين. احنا وصلنا إلى مستوى أن الناس بدأوا يئسون، قال بلي احنا ما نقدروش نغلبوا هذه البلاد هذه والدولة، عندها الحب الأطلسي وعندها الأطلاق وعندها كذا وعندها كذا. فجاء أول مرة يقول لهم لا، بالعكس احنا نبدأ الإحياء اليوم، احنا أحياء لسنا موتى ونبدأ عملية الإحياء بناء من اليوم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أسبوع المولد النبوي، الرابع الأول، الأسبوع الأول اللي هو عنوان الإحياء الديني، الإحياء النبوي، الإحياء الإسلامي. احنا عندما كنا أطفال في جمعية العلماء كنا نتغنى بالمولد النبوي بنشيد محمد العيد آل خليل. وش يقول هذا النجيم؟ بمحمد أتعلق وبخلقه أتخلق، وعلى البنين جميعهم في حبه عقول الأطفال. بمحمد أتعلق، سهل، قل هو الله أحد، الله الصمد، هذا العلم لنا بداية الآية السهلة باش تدخلهم. بمحمد أتعلق وبخلقه أتخلق، وعلى البنين على الأطفال جميعهم في حبه، حب من؟ حب النبي عليه الصلاة والسلام، في حبه أتفوق، أنا أمتاز عليهم بحبي أكثر منهم للنبي عليه الصلاة والسلام.
أنا مسلم أهوى الهدى بسواه لا أتحقق. أو كيفاش يعني نعلموا أولادنا من الأول كيفاش يحبوا النبي ويحبوا الإسلام. أنا مسلم أهوى الهدى بسواه لا أتحقق بخلال أحمد، يعني بصفات أحمد وبوصفات أحمد النبي عليه الصلاة والسلام، بخلال أحمد أقتدي وبحبه أتمنطق. شوف كيفاش يعني هذا باش نعطيكم نموذج يعني على أن الأحياء والإحياء كان في ذلك الوقت. ولهذا لا تهتموا بمن يقول لكم باللي جمعية العلماء مشاكل حطوا على الله وكذا. هذا العمل سنعود إليه بعد قليل. هذا الإعداد والاستعداد هو الذي مكن من حمل السلاح وقبول التضحية والاستبسال والاستماتة في سبيل الاستقلال. هذا إذن هو الشيء الثاني. الشيء الثالث الذي ينبغي أن نؤكد عليه في جهاد مبارك كذلك هو أن هذا العمل ما جاش صدفة هكذا. لا إحنا نرضى بنمنا في الليل نرضى الصباح قلنا يلا نبدأ جاهه. لا، كان عملية إعداد وعملية استعداد. عملية إعداد وعملية استعداد هو أن كل واحد قام بالإعداد بما يستطيع. لما نأخذ على سبيل المثال الإمام عبد الحميد بن باريس وهو واضع أسس الإصلاح والنهضة والتجديد في هذا الوطن، ما كان لا يقول لك لا عالم كذا ولا عالم كذا، أعظم عالم شافته الإنسانية هو عبد الحميد بن باريس. وموش قضية تعصب ولا قضية، والله ما أقول هذا الكلام إلا عن علم، لأننا نقص إن شاء الله بعلم، ما نقولوش هذا الكلام لأن ابن باريس ولد بلادنا وكذا، لا، يشهد به الأعداء ويشهد به الحلفاء والأصدقاء. إذا الشيخ عبد الحميد بن باريس هذا العالم الجليل العالم الرباني اللي يعني أيقظ الأمة من سباتها، أيقظ الأمة واختاش أيقظ الأمة من سباتها عندما وقع الاحتفال بالمئة سنة للاحتلال في بلادنا 1930. يعني بعد 100 سنة أقام جمعية العلماء لتجيب على الذين احتفلوا بال100 سنة. واش قالوا بالاحتفال ب100 سنة؟ قالوا بأننا نحتفل لا نحتفل فقط ب100 سنة على احتلالنا لهذا البلد، ولكن نحتفل أيضا بشيء آخر وهو هذا. أولا تشييع جنازة الإسلام من هذا الوطن. شوفوا ليه قال قائدهم، لأن الاحتفال تاع 100 سنة هذا دام عام كامل استفزاز، كان عام كامل وهم يستفزوا في الشعب تاعنا ويعملوا كل الأعمال الموبقات والفواحش وكذا استفزازا لعقول ومشاعر شعبنا. قال قائلهم في ذلك الوقت الاحتفال قال اعلموا أننا لا نحتفل نحن فقط بدخولنا لهذا البلد منذ 100 سنة، لا، بل نحتفل كذلك بأنهنيكم ونطمنكم بأن بتشييع جنازة الإسلام لهذا الوطن، وأيضا تشييع جنازة لغة الإسلام اللي هي اللغة العربية لهذا الوطن، وتشييع شيء اسمه الجزائر لهذا الوطن. ثلاثة حوايج. إذن الاحتلال كان هدفه الأساسي ما هو؟ استئصال ثلاث أشياء، يعني اقتلاع، يقتلع ثلاث أشياء من وطننا. الإسلام ما يبقاش لأنه هو عنوان القوة، عنوان الحياة، عنوان الإحياء. واللغة اللي هي لغة الإسلام ما دام نتلو القرآن بالعربية فهي دائما موجود. وأيضا شيء اسمه الوطن الجزائري في هذا الوطن ما يكونش. فقامت جمعية العلماء وتقول لهؤلاء كمبت الإسلام ديننا وهذا مش حال جمعية العلماء، والعربية لغتنا وهذا هو جمعية العلماء، والجزائر وطننا وهذا هو كذب. يعني كذبت لكل الأشياء اللي قلتها. إذن هذا يعني الجواب العملي للإعداد، يا الأمة يا الوطن إياكم تنخدعوا بهذا الكلام اللي كان يقول فيها العدو. أنتم ستظلون دائما أوفياء للوطن ولهذه المبادئ اللي اسمها الآن التوابت. لكونستانت، يعني احنا نقول الآن التوابت التي لا تزول. إذن عندما وقع هذا كان إعداد.
هذه حاجة أولى. الحاجة الثانية أيقن جمعية العلماء بزعامة ابن باديس أن السبب الحقيقي لدوام الاحتلال يكمن في شيئين اثنين، وهذا كذلك يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس. واش يقول؟ يقول تنهض الأمة بشيئين اثنين. شوفوا مليح، الأمة تحيا وتنهض باش بزوج حوايج اثنين، إما قوة العلم وإما قوة الظلم. قوة العلم أو قوة الظلم. قال أما العلم فإحنا ما عندناش العلم للأسف الشديد، إحنا فقهاء العلم. أما الظلم في الوقت هذاك طبعا، قال أما الظلم فنحن منه أغنياء. ولكن زاد كلمة قال اللهم إن كنت تريد بهذا الظلم إنهارنا، إذا كان هذا الظلم وسيلة من وسائل إنهارنا اللهم زدنا من الظلم. هذا كلام ما يقولوش عالم، كيفاش تقول اللهم زدنا من الظلم؟ لكن قال لك الظلم هو اللي يدفعنا الى النهوض، الى الوعي، الى ان لان لما تنحي لك مسجدك وتنحي لك لغتك وتنحي لك دينك وتنحي لك ربك، هل هناك ظلم اعظم من هذا؟ قبل الشيخ عبد الحميد بن باديس العلماء كذلك الاولين كانوا ايضا يجاهدون بالكلمه. انا اعطيكم مثال على سبيل المثال، مسجد كتشاوى اللي هو في وسط العاصمه اللي يجون العاصمه منكم اللي يطل على ساحه الشهداء وجنب خلفه قصبه حي القصبه، هذا مسجد على المساجد. زياده في التنكيل بنا جاء الاستعمار وحوله الى كنيسه. حوله الى كنيسه. لما حوله الى كنيسه ما اكتفاش بانه حول، لان الشعب المسلم في ذلك الوقت اعتصم. يعني سكن في المسجد وقالوا اما ان يتهدم المسجد علينا او يبقى على المسلم، ما نحبوش نغادر المسجد الا اذا تهدم علينا الموت فيه والا يبقى مسلم. الشغل المقاومه كانت من قبل، يعني ما جاء صدفه كما يقول بعض الناس، ولكنه جاء نتيجه عمليات مقاومه. يعني هذا نتاع المسجد كتشاوى، نتاع المقاني، نتاع بوعمامه، نتاع مغيلي، نتاع لا نفر منصور، مجموعه من المحاولات التي قامت، ولكنها للاسف الشديد قامت في اقاليم في جهات معينه ولم تكن شموليه. وهذا هو الشيء اللي خلاها ما تنجحش. لكن يسجل الفضل لهم بانها قوية. نوليكم حكايه المسجد كتشاوى. يعني نهايه الاستفزاز يجيبوا من؟ يجيبوا المفتي الشيخ محمد بن البابي رحمه الله عليه، كان المفتي المالكي في ذلك الوقت، جابوه قالوا له انت اللي تقول ابناء قومك هذو باللي ما يبقاوش في المسجد، لان المسجد ما عادش مسجد، اصبح كنيسه. ماذا يستطيع ان يقول امام كما الشيخ بن البابي؟ قال والدموع تملا عينيه وقلبه خاشع مليء بالخشوع. قال لهم يا اخوتي، شوفوا مليح اسمعوا مليح، يا اخوتي لئن تحولت القبلة في مسجدنا هذا، اذا كان تحت القوة تحولت القبلة في مسجدنا هذا، فإن إله القبلة لن يتحول من قلوبنا ابدا. هذا العهد، ثبات على العهد، إله القبلة لن يتحول. هذه محطة من المحطات، مرحلة من الأحجار، لكن معليش، لكن اعلموا المهم في هذا كله أن يبقى إله القبلة في قلوبكم، ما يتحولش من قلوبكم أبدا. وبذلك كان أول جمعة أقيمت بعد الاستقلال، أول جمعة بعد الاستقلال الوطني، من الذي أمها؟ الشيخ بشير إبراهيم. وأنا أنصح الشباب والمثقفين والباحثين أن يعودوا إلى هذه الخطبة، لأن هذه الخطبة وضع فيها الشيخ العهود للشعب المستقل كيف يجب أن يكون. قال لهم إن الاستعمار قد خرج من حقولكم من تكناتكم وحقولكم، ولكنني أخاف عليكم أن يبقى في بيوتكم وعقولكم. هذا كلام شيخ نفي. أخاف عليكم أن يبقى في بيوتكم وعقولكم. ها نحن نشوف الآن باقي في بيوتنا وعقولنا، نكتب في المحلات نتاعنا باللغة الأجنبية فقط.
أليس هذا استعمال أجنبي؟ لماذا؟ من قال لك اكتب باللغة الفرنسية فقط مع المحل انتهت؟ لماذا؟ ألست أنت تعاون العدو الآن على تثبيت ثقافته عندنا؟ هل الدولة هي حتى إذا كانت الدولة لغة الفرنسية، أنت الدولة، أنت الوطني الحقيقي، أنت يجب عليك أن تكتب باللغة العربية، وإذا تسامحت تكتب باللغة العربية فوق والفرنسية تحت منها، موش عكس. أنا قبل بيت مع الإخوة كاتبين اللغة الفرنسية الفوق وتحت منها اللغة العربية، هذا اللي كتبوا، أما كاين ما يكتبوش خلاص غير باللغة الأجنبية. هذا لم يقع في أي دولة إلا في بلادنا احنا، فما دقينا يا الشعب الجزائري يكون واعي بأنت تدرك بيت بيش حاجة، ولكن هذه مهمة جدا، لأن الأجنبي والسائح اللي يجي ويلقى كذا يقول لك هذا الشعب مازال في الأفارقة، مازال ما استقلش، استقلال الثقافة ما كانش. إذا هذا نعاود نقول لي، إذا الشيخ الكبابطي هو هذا نوع من الجهاد بالكلمة. أيضا أن هذا الجهاد ما كانش من أجل نفوذ أو من أجل يعني مال أو من أجل كسب كذا، بالعكس كان جهادا في سبيل الله. ودليل ذلك أول كلمة نطق بها بعد الإطلاق الرصاصة الأولى كلمة عقبة وخالد. علاش عقبة وخالد؟ لأن عقبة فاتح إسلامي بهذا البلد، هو الفاتح للإسلام بهذا البلد، وإحنا مع الفتح الإسلامي، شعب الجزائر مسلم كما قال البديس، إحنا إذا مع الفتح الإسلامي. وعقبة أو خالد هو سيف الله الذي لا يهزم. وشوفوا كيفاش الذكاء، أن هؤلاء الناس اللي حطوا هذا الشعار بتاع خالد وعقبة ما كانوش يعملوا هذا الصبة، ولكن حطوه عن قصد، لأن باش يوعوا الشعب تعلم اللي لا تنسى أنك من سلالة خالد، لا تنسى أنك من سلالة عقبة بن نافع، لا تنسى أنك مسلم وإلى هذا الفتح الإسلامي تنتسب. هذا إذن هو أن الذين عملوا. ولهذا لما جاء الملعون عدونا كريمولي في 56 سألوه الصحفيين قالوا له علاش أنتم قاومتوا الأجانب الألمان لما احتلوا بلادكم وعندكم حق تقاوموه، أنتم مثلا محتلين هذه البلاد وهذه الناس يقاوموا في سبيل بلادهم، تفهموا عام عطوهم حقوقهم. واش قالهم؟ قالهم لو كان هؤلاء الناس يدافعون عن الوطن فقط كان يمكن التفاهم معهم، لكن هذا الناس يدافع عن الإسلام أيضا، لأن اللي يموتون يقول الله أكبر يموت شهيد، واللي يطلق يقول الله أكبر كذلك. ولذلك إحنا ما نتفاهموش معهم، هو سوسياليست واشتراكي هذا اللي كان يقول، قالوا إحنا نستطيع نتفاهم مع ناس يدافعوا عن الدين تاعهم وعن يدخلوا الدين مع الوطن. العدو شهد للمجاهدين بأنهم كانوا يجاهدون في سبيل الله وفي سبيل الوطن. و جورج بيدو اللي هو وزير خارجيته في ذاك الوقت قال لن ندع الهلال يتغلب على الصليب. يا سيدي خنتوما دولة لائكية، خنتوما دولة ما عندكمش علاقة بالدين، خنتوما الدين ما يهمكمش، واش دخلك يكون صليب ولا يكون هلال؟ لا، هذا مو صحيح، لائكية في الكلام لكن مسيحية في العمل الحقيقي. ولذلك بيان أبو مظبع أيها الإخوة قال في إطار دولة مستقلة في نطاق المبادئ الإسلامية، في نطاق المبادئ الإسلامية لازم نبقى أوفياء لهذا العهد. ثم إن الذين أطلقوا هذه الرصاصة الأول يوم عدد كبير منهم كان من تلاميذ جمعية العلماء، بالمهيدي، بالبولعي، في الحواس مش من ولكن من المجاهدين البعض، عم يوش كذلك من المجاهد، يعني المجاهدين الذين أطلق كذا كانوا في معظمهم من تلاميذ جمعية العلماء. لكن احنا ما يهمناش أن يكون احنا كانوا من أبناء الشعب الجزائري، ما يهمناش أن يكونوا من جمعية العلماء ولا يكونوا، لكن النتيجة بالحصول على الاستقلال الوطني. وهكذا نعتقد بأن من آيات الله كما قال الله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، من آيات الله كاين آيات مختلفة، آيات الكون، آيات الطبيعة، آيات الإنسان،
آيات الدين يعني آيات مختلفة، إن في السماوات والأرض الذين يذكر الله قياما وقعودا، هذه كلها آيات من آيات الله الكونية الطبيعية، اختلاف الليل اختلاف النهار الغيث نزول المطر كل هذا يعني ما نذكره ذلك. لكن الآيات الإنسانية هو كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. على احنا كنا اكثر سلاح من العدو، بالعكس هو كان مسلح علينا وكان عنده يعني الطن وعنده الطياره وعنده الكلاشنكوف وعنده الحلم الاطلسي وعنده كل هذا الشيء، واحنا كان عندنا بندقيه صيد او سلاح بسيط، لكن عندنا الايمان. والانسان اللي هو عنده الحق لن يغلب ابدا. حتى الفرنساويين يقول لك اوني با سول كونتر لايف، عندما يكون معك الحق ما تكونش وحدك. ولذلك كنا اقوياء بالحق وهما كانوا ضعفاء بالباطل. ان يكن منكم 20 صبيون يغلبوا 200، وان يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، هكذا الله تعالى وعد. ولذلك هذا الجهاد كما قلت لكم ينبغي أن نفهم المقاصد والفلسفة نتاعو كما ينبغي. أولاً هذه الجبهة التي تكونت في أول نظام 1954 سموها جبهة التحرير الوطني. الشيخ عبد الحميد بن باديس في 1938 قال كونوا جبهة لا يمكن التفاوض مع العدو إلا بها. 1938 مازال ما عرفناش باليابان. 38 قال كونوا جبهة لا يمكن التفاوض إلا معها. استنى وقت 38 حتى نعرف باش كونهما الجبهة، معناها أن الفكرة كانت موجودة من قبل. ثم كي تاخذ نشيد شعب الجزائر مسلمون تلقى فيه الدستور تاع الوطن المستقل. مسلم إلى العلماء ينتسب، من قال حدا عن أصله أو قال مات فقد كذب أو رمى إدماجا له، كل هذا يعني يعطيك المواصفات الحقيقية لشعبنا. ما كانش إدماج، ما كانش كذا. بعض السدس بعض الأغبياء يقول لك الشيخ بن يسكن يدعو للإندماج. هل يقول لك رمى إدماجا له؟ رغم المحال أن الطلب كيف يدعو للإندماج؟ هذا اللي يقول لك لو قالت لفرنسا تقول لا إله إلا الله، ما قلتها. لا إله إلا الله، يسكن أنت وش إلا الله؟ قال لك لا. كي تجيني منها هي فيها معناها مكيده، ما نقولش لا اله الا الله تحت الخوف تحت الضغط. هذا باليس يقول لو قالت لي قل لا اله الا الله ما قلتها. هذا وقت قال هذا الكلام عندما جاءوا قالوا له ابعث بقيه مؤسسات لهذه الدوله بعد ان هدمها الالمان، اعطيها اسيها يعني عاونها بكلمه وخلي لعلها تنفع الكلمه هذه. قالوا انا لو كان صرت نزيد عليها المان ثاني، مش بس يقولها ماذا نزيدها أضمان فوق منها يزيد يهجم يهجمها، ولو كانت تقول يقول لا إله إلا الله ما قلتها. هذا شوفوا الإعداد والاستعداد الحقيقي اللي كان موجود. ولهذا يقول لنا اقلع جذور الخائنين، اهزز نفوس الجامدين، أليق نفوس الظالمين. هذا هو الكلام اللي كان، لذلك كان الإعداد وكان الاستعداد. والأعداء نتاعنا كما تعلمون هذا دوغول اللي بعض البسطاء منا يقولوا بأن أبطال الاستقلال هو دوغول اغتشاه، جاء في 1958. من 1958 هو يستخدم كل أنواع القمع، كل أنواع الإبادة، كل أنواع التعذيب. لما وصل إلى يأس من كل هذا ما نفعش، لا خط شر ولا خط كذا ولا خط كذا ولا تعذيب ولا يعني هدم المشاكل ولا كل هذا طبقها دوغول ما نفعش. في ذلك الوقت قال اصبح استقلال مهدد، هذا كلام في المذكره تاعه. يا شباب تخافوا يعودوا الى مذكره دوغول تلقاه قال بلي كان لازم نحكم الجزائر استقلالها باش نبقي على فرنسا مستقله، والا كانت الاستقلال تاعنا مهدد. على المهم اللي حبيت نقوله انايا قال كلام ما قالوش في المذكره تاعهم، وعلى كل حال سياسي يفهم كما شوف كاين كلام قالوا ما كتبوش لان يؤمن به ولم يقوله. وشنو هو؟ هو مولود في مكان اسمه كولومبي دو سيكليز. كولومبي
لا في الكنيستين، ومدفون ايضا في كولومبيا الكنيستين، كولومبيا التكليف. قالوا له المستشارين تاعو هذا الديوان تاعو يحكي، قال قلنا له يا جنرال تجد باش تدمج البلاد هذه وباش تعمل تعمل اندماج باش كذا، لكن انا نسمعك تقول باللي نعطوهم حقوقهم ونعطوهم كذا، اين هي سياستك اللي كنت جيت عليها من الشيء اللي تقول فيه اليوم؟ واش قال؟ قال لهم انا ضد الاندماج. علاش؟ قالوا لان هذا شعب مسلم والاسلام يعني واسع يتصل بسهوله، لو كان ندمجوهم فينا بعد 50 سنة نولوا مسلمين لكم. ولهذا قال لهم كلمه، قال لهم ما نحبش كولومبي بلادي مدينتي اللي انا مدفون فيها ولدت فيها كولومبي ذات الكنيستين تتحول في يوم من الايام الى كولومبي ذات المسجدين. شوفوا مليح كولومبي ذات المسجدين، ما نحبش تولي تبقى دائما كولومبي ذات الكنيستين، وما نحبش تولي كولومبي ذات المسجدين. والان اصبح الاسلام هو الدين الثاني في فرنسا كما تعلمون، هو الدين الثاني. ولهذا لو يتوحد المسلمون هناك وتكونوا يكونوا على كلمه واحده لن يستطيع اي واحد يطلع الا بانتخابهم. لكن للاسف الشديد احيانا تكون بعض المشاكل. استسمحك شيخ الفاضل لجمع تبرعات، وجمع تبرعات الجمعه ان شاء الله هي لصالح مسجد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قريه المزاره بلدية الدجال، فساهموا في تشييد وبناء هذا المسجد المبارك في قريه المزاره الدجال، مسجد عمر بن عبد العزيز، ويعني على بركه الله وبفضل من مطاهركم بايديكم السخيه. الجمعه الماضيه كانت الحصيله تقريبا 17 مليون في مسجد تل ايفاس اللي ذكرناه الجمعه الماضيه، فاكراما لهذا الاسم واكراما لهذا الضيف المبارك في هذه الجمعه الطيبه المباركه، ما تهطلناش على هذه الحصيله في هذه الجمعه الطيبه ان شاء الله لصالح هذا المسجد، خاصه وانه يحمل اسم عمر بن عبد العزيز الذي لم يجد في عهده لمن يعطي الزكاه لما استغنى الناس جميعا بفضل الله عز وجل. استسمح الشيخ بمقاطعته مره ثانيه وليتفضل مشكورا. إذا أيها الإخوة، ما زلنا حول الحديث عن جهاد مضم حقيقة الطابع الإسلامي لهذا الجهاد. الطابع الإسلامي فيه هو أنه وقع الإعداد له من مجموعة من العلماء، منذ القبارطي، منذ ابن باديس، منذ التحالبي، منذ كذا منذ كذا إلى اليوم، ولا يزال العلماء أوفياء للمبادئ التي من أجلها تحقق الاستقلال الوطني، ونحن الحمد لله نحس بأننا ما زلنا أوفياء لذلك. لذلك هذه المبادئ التي بها والحمد لله حققنا استقلالنا الوطني، نحن مطالبون بأن نكون أوفياء لها. آية الله في هذا الجهاد، في هؤلاء المجاهدين، في هؤلاء الشهداء، في هؤلاء الذين يعني بفضلهم نجتمع في مسجد السلام أو نجتمع في الجامعة أو نجتمع في أي مكان، بفضل هؤلاء الشهداء وهؤلاء المجاهدين ينبغي أن نبقى أوفياء لمبادئ هؤلاء المجاهدين وهؤلاء الشهداء، وأيضا على المجاهدين أن يبقوا في طليعة الأوفياء للمبادئ التي عاهدوا الله عليه. هذا العهد كيف يكون؟ أن نبقى أوفياء للإسلام الصحيح، لأن الإسلام أيها الإخوة هو إسلام ناصع صافي متسامح معتدل وسطي، ما عندوش لا غلو ولا تشدد ولا طرف فيه ولا أي شيء، إسلام نقي كما نزل على معلمنا الأول نبينا الأول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الإسلام هو الذي يجب علينا أن نجده في مسجدنا، في بيوتنا، في أسواقنا، في كل مجالات الحياة ينبغي أن يسود. ما إحنا لسنا كنيسة بمعنى أننا في المسجد عندنا دين وفي السوق عندنا دين ثاني، لا، الإسلام ينبغي أن ينقل من المسجد إلى السوق، إلى البيت،
إلى الملعب، إلى الجامعة، إلى ميادين الحياة كلها ينبغي أن يحكمنا الإسلام. ولكن الإسلام كما قلت لكم الصافي النقي المعتدل. هناك بعض الإخوة مثلاً مساكن ما يفهموش الإسلام مليح أو ما عندهمش ثقافة مليحة وقت معتدين، ينبغي أن يلتزم العالم والداعية أن يقوم بعلم، أن يكون ملتزماً بالعلم والعلم الصحيح. فهذا العالم اللي يثبت على العلم نعم، لكن عندما لا يمكن أن يكون لديه علم يكون نسبة متعلم أو نسبة مثقف أو نسبة عالم، هذا قد يشوه الإسلام. ليس عيبا أن يكون الإنسان نسبة عالم، ليس عيبا أن يكون، لكن ما يوضعش نفسه موضع الفتوى، لأن الفتوى هذا يعني أجركم على الله، الفتوى أجركم على الله كما قلنا في الفتوى. فينبغي علينا أن نكون أوفياء للفتوى الإسلامية الصحيحة، لا نفتي إلا بما نعلم ولا نقول إلا ما نعلم، ولا يمكننا أن نتجاوز حدود الله كما قلت لك حليل. كاين مقاصد، كاين أهداف، كاين غايات، كاين هذه المبادئ كلها ينبغي علينا أن نكون على بينة منها حتى لا نظلم الإسلام ولا نقدم الإسلام بكيفية سيئة أو غير. الإسلام في أصله كل شيء مباح، والاستثناء هو الممنوع وليس العكس. لكن كان البعض يحب يكون كل شيء لا يجوز، ما يمكنش تلبس كذا، ما يمكنش تاكل كذا، ما يمكنش تقعد كذا، ما يمكنش تسمع كذا، ما يمكنش يعني. ويقول له الناس، انا واحده فرنسويه قالت لي الاسلام تاعكم هو دين الممنوعات، لا دين المباحات. شكون اللي قال لنا؟ قالت لي انا قال لي توتي تاتي، يعني كل شيء ممنوع عندكم في الاسلام. لا لا بالعكس، مشكل واش هذه الحاجه اللي ممنوعه في الاسلام؟ كل شيء. احل لكم الطيبات، قل لا اجد فيما احيا الي محرطا الا ان يكون ميته او دما مسبوحا او لحم خنزير. هذا الاستثناء هو هذا، اما البقيه كل شيء مباح. فالاسلام يعني كما نقول دائما اعدل قضيه لكن ضيعها اسوا محامي. عندما يكون محامي فاشل وتعطيله قضيه عادله يضيعها، علاش؟ لانه لا يجري الدفاع عنها. فاحنا نطالب بان يكون الدعاه والعلماء المحامون العادلون الاكفاء ليدافعوا عن القضيه العادله التي هي قضيه الاسلام. هل الاسلام ايها الاخوه اللعابون والاغنياء والفنانون وكذا عندما يلامسون الاسلام يعودون الى الاسلام ويأتون الى الاسلام؟ ماهوش بنا احنا، جاوا الاسلام، لان الاسلام فيه نقاوه، فيه صفاء، فيه تسامح، فيه اعتدال، فيه وسطيه، فيه كل هذه الاشياء. فاذا كان احنا نقدم الاسلام عكس هذا يولي الناس يعني يبعدوا عن الاسلام. وهذه الدعايات اللي تسمعوا فيها بهذا ولا مسيحي وهذا ولا شيعي وهذا ولا كذا، هذا عن جهل وليس عن علم. لو كان انسان عالم بدينه حقيقه، لو كان انسان مطلع على دينه حقيقه، لو كان متعمق في مقاصد دينه، مستحيل باش يخلي الذي هو خير في الذي هو ادنى. بالعكس، احنا بالنسبه للمسيحيين اذا متسامحين مع الانبياء كلهم، لا نفرق من احد من رسله. واحنا مع الشيعه نؤمن بالخلفاء كلهم وبالنبي واله وصحبه، وهم يميزون بين خديجه وبين عائشه وبين كذا وبين عثمان وبين علي وبين، يعني احنا دين التسامح مع كل الديانات، مع كل الصحابه، مع كل كذا. الحديث الطويل وانا نشوف الشيخ داي يستعد يعني لكذا. فالحديث معكم طيب حقيقة، والموضوع اللي احنا نتكلم فيه تاع جهاد هذا كذلك حديث طيب، ولكن عسى الله ان يمن علينا بمناسبة القادمة ان شاء الله ان نتحدث فيها ان شاء الله على هذه القضايا. ولكن ما اوصيكم به هو ان الاسلام ليس قضية الشيخ دايس وحده ولا قضية الشيخ عبد الحق ولا قضية المؤذن ولا قضية، الاسلام هو قضيتكم جميعا. كل واحد يقدم الاسلام بكيفية معينة، واحد يقدم بالسلوك، واحد يقدم بالصدقه، واحد يقدم بالصدق، واحد يقدم بالامانه، ولكن كلنا مسؤولون عن تقديم الاسلام. فليعمل كل واحد منكم ان يكون هو المحامي عن الاسلام، ولكن المحامي الكفر ان شاء الله. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الاولياء للمجاهدين والعلماء والشهداء، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.
شيخنا الفاضل وجزاك الله خيرا وجعل كل ما قلت في ميزان حسناتك قلت فأحسنت فجزاك الله خيرا وجعل الله كل جهودك وجهود علماء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في ميزان حسناتهم وفي ميزان حسنات كل جزائري إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهو مسجدنا وكل مساجد مدينة سطيف دائما مفتوحة لكم سيد الفاضل لكل مشايخ وعلماء الجزائر، أنتم فخرنا وأنتم عزنا. كما قال لي أحد الإخوة البارح، هل هذا العلماء من خارج الجزائر ومن داخل الجزائر باش يقرروا نجي ولا ما نجيش؟ دائما يعني ما نعتزوا نحب نفتخر بعلماء الخارج وهم يفتخروا بأنفسهم، ونحن من يفتخر بعلمائنا ومن يعز رجالنا إذا لم نعزهم نحن؟ فالشكر موصول لكم سيدي الفاضل ولكل الوفد المرافق لكم، جزاكم الله عنا كل خير. قبل أن أختم كذلك، لنا درس وموعد بين المغرب والعشاء في هذا اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة مع فضيلة الشيخ الداعية السعيد بن بريكة، كذلك هو من دعاة جمعية العلماء المسلمين، فكونوا في الموعد يعني في صلاة المغرب إن شاء الله. لنا كذلك محاضرة أو مداخلة أو دردشة مع فضيلة الشيخ السعيد من أمريكا حتى نستفيد أكثر إن شاء الله. كذلك بعد المساء راح تكون مفتوحة على بركة الله ابتداء من صلاة المغرب لحق الأمهات الحق ومرحبا بهم. ولا يفوتني أن أتقدم الشكر الجزيل قبل أن أختم إلى كل المحسنين والشباب اللي قاموا معنا وعاونونا في الترحاب في الترحاب وفي حسن ضيافة هؤلاء العلماء الأجلاء، فجزاكم الله خيرا يا أهل هذا المسجد المبارك، يا أهل هذا الحي المبارك، يا أهل مدينة سطيف الطيبة، جزاكم الله كل خير عما قدمتم لهؤلاء الفضلاء حتى يعني يرجعوا إلى العاصمة وهم في أذهانهم نظرة طيبة وحسنة عن سكان سطيف وعن مستوى سطيف. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.